السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس الهامة في اللغة الإنجليزية، unless، بمعنى ما لم تفعل هذا الشيء سوف لن يحدث ذاك الشيء. تكلمنا فيديوهات سابقة عن حالات if conditionals، حالات if الشرطية. كما قلنا لدينا أربع حالات: zero, first, second, third. نستخدم unless مع zero, first, conditional، يعني مع الشكل zero وأيضا first، بمعنى ما لم. اللي يحب يرجع الفيديوهات السابقة لمتابعة الأربع حالات من if. إذا كما قلنا الحالة zero و first نستخدم معها unless. بيكون عندنا zero كما تعلمون بيكون الشكل if present simple كما يعني فاصلة present simple. first conditional بيكون if present simple كما فاصلة، بيكون عندنا will أو will not والفعل بالتصريف الأول. نستذكر سويتها بشكل سريع النوعين zero first conditional. كما قلنا بيكون عندنا if verb 1 verb 1، يعني if present simple مضارع بسيط. ماذا يعني مضارع بسيط؟ يعني انه الفعل بالتصريف الاول. first conditional بيكون عندنا ايضا if verb 1 يعني مضارع بسيط، ايضا نضع فاصله، بيكون عندنا will بعدين الفعل بالتصريف الاول. اذا simple future، اذا مستقبل. if you speak english fluently you have better job opportunities، يعني اذا تتكلم الانجليزيه بطلاقه تحصل على فرص عمل أفضل. إذن هذا النوع الأول استخدمنا F، لاحظ بعدين speak إذن بالمضارع البسيط، have أيضا بالمضارع البسيط. الجملة الثانية If you travel by car you will save a lot of time، يعني إذا تسافر بالسيارة ستوفر الكثير من الوقت. لاحظ أيضا استخدمنا if travel فعل بالمضارع البسيط، أيضا استخدمنا will والفعل بالتصريف الأول. إذا سريعا اللي حاب يرجع الفيديوهات موجودة على القناة zero conditional first conditional. إذا استذكرنا حالتين zero first conditional لأنه بإمكاننا نستخدم unless بهذه الحالتين. unless بمعنى if not، إذا لا أو ما لم تفعل هذا الشيء، ما لم. إذا unless هي نفسها if not بمعنى ما لم تقوم بهذا الشيء، يعني إذا لا تقوم بهذا الشيء. متى نستخدم unless؟ بيكون شكلها unless بعد يجي present simple مضارع بسيط. ماذا يعني مضارع بسيط؟ يعني فعل بالتصريف الأول. أيضا ماذا يعني مضارع بسيط؟ بحالة النفي أستخدم don't doesn't، هذا يعني مضارع بسيط. don't هي اختصار لي do not، doesn't هي اختصار لي does not. هاي أول ملاحظة. إذن أول ملاحظة بيكون عندنا أثناء النفي أستخدم don't و doesn't يعني مضارع بسيط. أيضا ماذا يعني مضارع بسيط؟ عندما يكون عندنا am is are أريد أن فيها أستخدم am not is not are not. وأيضا مضارع بسيط عندما أتكلم عن حقائق علمية أو عادات متكررة. إذا هذا بشكل سريع نذكر مع بعض الـ present simple المضارع البسيط. اللي يحب يرجع المضارع البسيط دروس مفصلة عن زمن المضارع البسيط. كما قلنا unless بمعنى if not، إذا لا. إذا unless بمعنى ما لم، نبصم بصم، ما لم تقوم بهذا الشيء كما قلنا، أو بمعنى if not إذا لا. دائما نتذكر ما ننسى الملاحظة هذه، بعد unless لما نشوفها بجملة يأتي بعدها مضارع بسيط to talk، إذا نستخدمها
to talk about the present and the future or the future. لنتحدث عن الحاضر أو المستقبل. I don't pass the exam. يعني أنا دائما don't و doesn't ترجمها لا. I don't pass. أنا لا أجتاز الامتحان unless ما لم unless I study well. ما لم أدرس بشكل حسن أو بشكل جيد. إذا لاحظ unless استخدمنا بعدها مضارع بسيط. إذا study present simple. إذا ما ننسى دائما unless نستخدم بعدها مضارع بسيط unless لا نستخدم بعدها not. إذا unless لا نقول unless I don't study well. إذا لا أقول I don't study. لماذا؟ unless لأنه هي بنفسها if not بمعنى نفي. لا أستخدم معها نفي. لا يأتي نفيان مع بعض. إذا أول ملاحظة unless بمعنى if not. إذا لا بمعنى ما لا. unless يأتي بعدها مضارع بسيط. نتبع هذه الملاحظة مضارع بسيط. ماذا يعني مضارع بسيط؟ كما قلنا يكون تحدث عن حقائق علمية أو repeated actions أحداث متكررة. ونستخدم unless نتحدث عن المضارع أو المستقبل. I don't pass the exam. يعني أنا لا أجتاز الامتحان unless ما لم I study well. ما لم أدرس بشكل حسن. والملاحظة المهمة أيضا unless لا نستخدم بعدها not. إذا unless نعيد ونكرر unless لا يأتي بعدها not لأن هي مضمنة كما قلنا معنى if not. من خلال الأمثلة اللاحقة راح نتعلم بشكل تفصيلي كيف أستخدم unless. لاحظ هذه الجملة you don't lose weight if you don't exercise. يعني أنت لا تخسر وزنك أو وزن إذا لا تتدرب أو لا تتمرن. إذن don't ترجمها لا. كما قلنا unless هي if not. نشوف if one موجود بالجملة. هذه if بالجملة نحذف if ونحذف not. لاحظ بالمضارع البسيط كيف أنفي الفعل بالمضارع البسيط؟ بيكون عندنا الفعل قبل الفعل أضع don't doesn't قبل الفعل. أريد أن أستخدم unless يجب أن أحذف don't وأحذف if وضع بدل عنها unless. You don't lose weight. إذا الجزء الأول نفسه ما سوينا شيء نفسه بالضبط. الآن نحذف if كما قلنا unless بمعنى if not ونحذف don't. يبقى عندنا you exercise نضع قبلها unless. You don't lose weight كما قلنا هذا الجزء الأول. الجزء الثاني بدل if don't نستخدم unless. هذه you نفسها exercise نفسها فقط حذفنا don't if. إذا تصبح unless you exercise يعني you don't lose weight unless you exercise. لا نقول unless you don't exercise. لماذا؟ unless هي تضمن معنى النفي. إذا unless أستخدمها بدلا عن if بدلا عن not. كيف أنفي الفعل بالمضارع البسيط؟ يجب أن نستخدم do does. do does أحمل عليهم not. إذا كان بالجملة am is are فقط أضع بعدهم كما قلنا not. am not is not are not. هذا بالنسبة للنفي المضارع البسيط. هنا في عندنا do حمل عليها not نحذف don't سوية ونحذف if نضع بدل عنها unless. unless you exercise. لاحظ هذه الجملة I won't learn Italian unless I go to Italy. won't هي اختصار لي will not يعني سوف لن أتعلم الإيطالية ما لم أذهب إلى إيطاليا. يعني ما لم أنا أذهب إلى إيطاليا. كما قلنا unless أستبدلها ب if not يعني أحذف if و not. لاحظ الجزء الأول نفسه كما قلنا I won't learn Italian نفسه
بدلا unless نستخدم if. if not نحذف unless نضع if. عندنا I go to Italy. كيف أنفي الفعل بالمضارع البسيط؟ فقط قبل الفعل go أضع don't أو doesn't. لاحظ I تأخذ don't والفعل بالتصريف الأول. إذا وضعنا if I نفسها الفعل go نفسه to Italy نفسها فقط أنفي الفعل go كيف أضع don't أو do not. إذا حذفت unless وضعت بدل عنها if not تصبح if I don't go to Italy. نعلم لنفي الفعل بمضارع بسيط لا نضع I not go. إذا يجب أن نستخدم فعل مساعد. لماذا فعل مساعد؟ لأنه يساعدنا تشكيل السؤال. بالمضارع البسيط عندنا فعلين مساعدين كما قلنا do و does. he she it نستخدم does. I we you they نستخدم do. تكلمنا كثير عنها. نلاحظ I نستخدم بعدها do تصبح I don't go. تصبح جملة سوف لن أتعلم إيطالية إذا أنا لا أذهب إلى إيطاليا صحيحة. أو I won't learn Italian سوف لن أتعلم إيطالية unless I go to Italy ما لم أذهب إلى إيطاليا. كما قلنا unless لا نستخدم بعدها not. إذا أردنا أن نستخدم not يجب أن نستخدم بدل unless if وأنفي الفعل. آخر مثال بالفيديو I will go swimming unless the sea is very cold. يعني سوف يعني أنا سوف أذهب للسباحة ما لم البحر يكون بارد جدا. يعني سأذهب للسباحة ما لم البحر يكون بارد جدا. أريد أن أحذف unless كما قلنا ماذا أستخدم عنها if not. لاحظ I will ممكن أكتبها I'll اختصار ممكن أخليها نفس عادي. إذا الجزء الأول كما قلنا كما هو بس unless أضع بدل عنها if not. اللحظة الفعل ما هو is. دائما قلنا am is are أريد أن فيها فقط أضع بعدها not يعني تصبح am not is not are not. يعني فقط بعد is أضع not وأحذف unless أضع بدلها if. أضع بدل عنها أحذف unless وأضع بدل عنها if. يعني الجزء الأول نفسه I'll go swimming unless نحذفها نستبدلها ب if. لاحظ if the sea أيضا كتبنا the sea نفسها is حملنا عليها not يعني is not أو نختصرها isn't نفس الشيء the sea is not أو isn't very cold. يعني سأذهب للسباحة إذا البحر لا يكون بارد جدا. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم. تكلمنا عن unless بمعنى ما لم وهي if not. يعني ممكن أحذف if not أستبدلها ب unless أو unless أضع بدلها عنها if not. وأيضا ما ننسى بعد unless نستخدم مضارع بسيط. ماذا يعني مضارع بسيط؟ يعني الفعل بالتصريف الأول. بعد unless لا نستخدم not. وننتبه unless نستخدمها بحالة zero و first conditional. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.